في نفس السياق الحكومة وافقت على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، حيث وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدينج المجرية التحالف المجري الروسي على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات دي لمدة 15 سنة. أهم حاجة حكاية عقد الصيانة دي، يعني هي خطوة عظيمة جدا شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات. يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لإحلال وتجديد أسطول الهيئة المتقادم بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديد متطورة تقدم خدمة أفضل وأمنة عفوا للسادة المواطنين وتحقق أعلى درجات التنافسية.